دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني في تجمع له بدار الثقافة علي زعمون بولاية البويرة، دعا الشباب من أجل المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي. فيلالي غويني ندد بالبيروقراطية الكبيرة التي تعيق عملية التصديق على استمارة المترشحين في الإدارات. التغطية لعبد السلام عثماني. أولا من أجل تحضير الجهة، وخاصة في ما يتعلق ببعض الصعوبات المسجلة لحد الآن من قبيل صعوبة والبيروقراطية اللي موجودة على مستوى التصديق على توقيعات المواطنين والمواطنات للأحزاب وللقوائم الحرة، وصعوبات أخرى تتعلق بتعاطي بعض المسؤولين اللي عندهم علاقة بالعملية الانتخابية، وأيضا صعوبات في إقناع القطاع الواسع من المجتمع وخاصة منهم الشباب في يعني الانخراط في العملية الانتخابية، وهذه صعوبة.